أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى كلامكم حفظكم الله سنة كفاية؟ إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عنه، مثل فرض كفاية، مثل واجب كفاية، هو الذي إذا قام به واحد سقط الإثم عن الباقين، بخلاف فرض العين أو واجب العين، هذا لا بد من كل أحد أن يأتي به، ولا يكفي فعل البعض عن البعض الآخر. نعم.